السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هحكي لحضراتكم بدايتي مع عصافير الكوكتيل. أهم حاجة في البداية إن أنت تبدأ بداية صح، يعني علشان خاطر تربي عصافير كوكتيل لازم البداية بتاعتك تكون صح، لأن في ناس كتير بتسألني متابعين على القناة تقول لي أنا عندي العصافير ومش معوزها أي حاجة، وجايب لها القفص والعش والأكل وكل حاجة، ولكن ما اشتغلتش، والذكر والنتاية عندي لسه برضو ما اشتغلوش. خد بالك معايا في الفيديو دوت، وانا هقول لك ايه الاسباب اللي بتخلي العصافير عندك بتتاخر في وضع البيض. قبل ما ابدا الفيديو بتمنى من حضراتكم اللي ما اشتركش في الفيديو يا ريت يشترك، واللايك الجميل من حضراتكم اللي بيسعدني جدا. اهم حاجه في تربيه العصافير الكوكتيل بالذات هي انك تبدا ازاي. يعني انا مثلا هضرب لكم مثل، اخويا اول ما جه ابتدى في عصافير الكوكتيل على طول جاب ب 4500 او قول ب 5000 جنيه عصافير مره واحده كده على طول، راح جايب الاقفاص وجايب العصافير وجايبها كلها شغاله، والله اشتراها كمان معظمها كان شاريها بالبيض بتاعها، يعني بيقول عشان خاطر يعني ايه، وقال ايه عشان اتاكد ان العصافير دي شغاله. واللي باعها له طبعا كان واحد ما عندوش ضمير، ودخله المزرعه بتاعته وقال له بص العصافير اهي شغاله والبيض بتاعها، ولكن للاسف ده ما طلعش اصلا بيضها، يعني هو كان حاطط بيض جوه العشوش وبيقول له ان هو دي البيض بتاع العصافير ديت. وطبعا خد العصافير عنده البيت وما لقاش ولا جوز منها اشتغل، والبدايه الغلط ديت خلته بعد كده ان هو اتعقد من حاجه اسمها كوكتيل، وما بيطقش اسم الكوكتيل دلوقتي خالص. بيربي دلوقتي الحمد لله انواع كتير من العصافير وربنا موفقه الحمد لله، ولكن يجي عند الكوكتيل بالذات يقول لا علشان خاطر انا ماليش حظ فيه من لما جيت بدات فيه. طبعا مش قادر ينسى البدايه بتاعته اللي هي كانت بدايه غلط. طيب ايه هي البدايه الصح ان انا ابداها في تربيه العصافير؟ ان انا لما اجي ابدا اشتغل في المشروع بتاعي او ان انا عايز اربي عصافير وان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني منها، اول حاجه بتعملها انك انت بتشتري جوز يكون شبابات ما يكونش كبير، وما تثقش في اي حد يقولك ان الجوز ده كبير وشغال، يعني قليل جدا جدا لا يكون صادق معاك الا ما رحم ربي، يعني هيبقى صعب جدا الا اذا كان حد بيصفي. ولكن غير كده مين هيبيع لك جوز عنده شغال وبيديله زغاليل وبيديله عيال وهياخدهم يبيعهم؟ ما هو بيديله كل شهر او كل شهرين زغاليل، يبقى هينزل يبيعهم ب 600 700 جنيه ليه، ولا حتى ب 1000 جنيه ليه؟ يبقى هو اللي خسران. فانت المفروض البدايه اول حاجه انك انت تبدا بدايه صح، انك تشتري الجوز يكون شبابات يكون صغير لسه 3 4 شهور، وما تستعجلش، يعني بدل ما انت خلاص هتبدا انك تربي العصافير ما تستعجلش، هي عايزه صبر. يبقى اول حاجه هتعملها ان انت هتجيب جوز يكون شبابات ذكر وانتايه، وتتاكد كويس جدا ان هما ذكر وانتايه، وطبعا العرض والطلب في السوق بيكون كتير جدا، وفي ناس كتير ولاد حلال جدا في السوق، يعني وانت بتشتريه كده هتقول للي حواليك اللي حواليك ده ذكر وانتايه ولا لا، ده ذكر وانتايه ولا لا، هيتاكد ان هما ذكر وانتايه لو انت ما بتعرفش تفرق بين الذكر والنتايه، وهتاخدهم وتوديهم عندك البيت وتحطهم في القفص وخلاص بقى، تقعد تاكلهم وتشربهم زي انك كانك بتاكل فراخ، ما فيهاش اي حاجه خالص. هتبدا كل يوم تاكل وتشرب عادي، كل اللي هتعمله ان انت هتاكل وتشرب بس، والنظافه اكتر من كده مش هتعمل. واول ما يوصل سنهم من 10 شهور الى سنه، وانا الحمد لله بيشتغلوا عندي على 10 شهور يمكن كمان اقل من 10 شهور، لاني بهتم بيهم جدا بالغذاء، كل ما تهتم بالعصفور بالغذاء كل ما هيشتغل معاك بدري، ولكن مش بدري قوي علشان خاطر يبقى العصفور عنده خبره، كل ما تشتغل معاك برضه يبقى عنده 8 شهور 10 شهور هيبقى افضل عشان خاطر خلاص كبر وبقى العصفوره النتايه بقت عندها خبره. هتبص تلاقي الجوز اللي انت جايبهم عندك هيشتغلوا وهيدوك انتاج كويس جدا، وهتاخد الجواز اللي عندك اللي طلعت الجديده اللي هو زي ما حضراتكم شايفين كده، انا طبعا ما بخبيش على حضراتكم حاجه ووريتكم الانتاج اللي عندي في فصل الصيف. انا فصلت اتنين النهارده هم لوحدهم الحمد لله بياكلوا لوحدهم، فبدات ان انا افصلهم عن الام والاب عشان خاطر اخف العبء عليها، يعني بدل ما هي مثلا بتقعد ترضع في اربعه ولا حاجه، لا اخف العبء عليه. هما كانوا خمسه الحمد لله، ولكن واحده فيهم يعني برضو ماتت من كتر الضعف اللي هي فيه، تمام، فبقى الحمد لله عندي اربعه. فانا فصلت اتنين النهارده وبقى عندي هنا اتنين، سبت الاتنين دول قلت ايه يعني ادي واحده واقفه اهي جوه اهي على باب
العش، وادي التانية ديت اللي هي يعتبر كانت اصغر واحدة فيهم اللي هي ضعيفة شوية، فانا سبتها عشان خاطر هم يغزوها. طبعا الاب والام هنا لما بيكون العيال عندهم قليلة بيبقى بيبقى الزق افضل، الزق اللي هو يعني الرضاعة بتبقى افضل، بدل ما كان بترضع اربعة هترضع اتنين. تمام. وبعدين حاجه تانية كمان، تلاقي ان الزغلول الكبير دوت بيعمل ايه، بيبقى زي ما يكون بيكسل ان هو ياكل لوحده، وبيقعد على طول امه كل ما تيجي تاكل على طول ايه يجري عليها عشان خاطر تاكله، وطبعا هي بتاكل دول وتروح سايبه الاثنين التانيين، تقعد تاكل دول وتسيب الاثنين التانيين، فبيحصل ان الاثنين التانيين دول اللي بيحصل فيهم بيضعفوا. تمام. بس كده، هو ده الفيديو اللي قلته، اللي يعني اللي انا عامله لحضرتك النهارده عشان خاطر اوريك ان انت اهم حاجه لما تيجي تبدا اهم حاجه البدايه الصح، لان البدايه الغلط ممكن تعقدك في تربيه العصافير. طيب ازاي بقى ان العصافير عندك ما بتشتغلش وعايزه تشتغل؟ بصوا، انا ما بديش اي محفزات من بره من الصيدليه خالص صراحه، الا فيتامين بس، اللي هو فيتاماونت بحطه في الميه، اسمه فيتاماونت، ده ممتاز جدا جدا. ولكن انا بعمل ايه دايما؟ باكلهم الاكل الطبيعي اللي هو البركم والفلارس، وبحط لهم كمان اهم حاجه عندي، بحط لهم الجرجير مرتين او 3 مرات في الاسبوع، والبيض نفس الكلام مرتين او 3 مرات في الاسبوع. مش هتحتاج بقى انك تجيب سيلينيوم ومش سيلينيوم والكلام اللي احنا بنقعد نسمعه ده كله، وتلاقي سيلينيوم مغشوش وسيلينيوم اصلي، وسيلينيوم الاصلي بيبقى غالي. لا، انا ما فيش جنبي صيدليه بيطريه، والصيدليه البيطريه بعيده عني جدا، وبخاف اجيب حاجه من السوق، لان قبل كده جبت سيلينيوم من السوق بس لقيته عامل زي اللبن، ما فيهوش اي حاجه خالص، ولا عمل مع العصافير عندي اي حاجه. من بعدها بطلت ان انا اشتري اي ادويه او اي مكملات من السوق. انا بديهم يعني هو الاكل الطبيعي بتاعهم اللي اقول لحضراتكم عليه، هو البيض المسلوق والزنجبيل. الزنجبيل بحطه في الميه عادي خالص، هو البودره نص معلقه على المسقه بعد ما بدفي الميه، ده بعملها مره واحده في الاسبوع. كذلك الجرجير والبرسيم، لو حطيت جرجير ما حطش برسيم. تمام. هو ده اللي هيخلي العصفور عندك يشتغل بسرعه. طيب لو لقيت العصافير عندك الاتنين كويسين وزي الفل وما بيشتغلوش برضه، يبقى مفيش توالف هنا، انت لازم تلاحظ عليهم تشوفهم هما الاتنين في بيقربوا من بعض ولا لا. زي ما حضرتك شايف كده، لما بيجي يقربوا من بعض ما بينقروش بعض، تلاقي اول ما يجي يقرب منها الذكر يقرب من التانية تلاقي نقرته، يبقى مفيش توالف. بتعمل ايه؟ بتبعدهم عن بعض شويه، اسبوع او اسبوعين، وبعدين تقربهم من بعض تاني. دي اول حاجه. طيب اول حاجه ده مفيش توالف. الحاجه التانيه هي السن، يعني ما ينفعش يكون الذكر اصغر من النتايه، لو اصغر من النتايه اول ما ينفعش. يعني ايه؟ ما احنا اتفقنا بقى في الاول، قلنا لازم نجيب الاتنين يكونوا مع بعض سن واحد، يعني تجيبهم في الاول 3 اشهر او 4 اشهر، يعني خلاص هما كده الاتنين سن واحد. ولكن لو انت بقى جبت كبير، جبت ذكر هيكون اصغر من نتايه، هنا هيبقى صعب جدا التوالف. ليه؟ هتكون الذكر صغير عليها، فدايما هتقعد تنقر فيه. انت شايفهم الاتنين كويسين مع بعض وكل حاجه وشغالين مع بعض وكل حاجه، ولكن ما بيبيضوش، ايه الحكايه؟ ليه؟ مفيش بينهم حب ولا في اي توالف. ليه؟ هي شايفه ان الذكر ده اصغر منها، فلازم يكون الذكر من نفس السن او قريب من سنها. طبعا افضل حاجه تعملها انك انت لما تيجي تشتري الجوز يكون من سن واحد زي بعض 3 اشهر 3 4 اشهر، وما تخافش ان هم يكونوا اخوات. اللي هيقول لك يعني الدم ومش الدم، لا ده بيبقى قليل قوي على فكره يا جماعه. يعني انا الحمد لله بجوز الاخوات لبعضها ما فيش مشاكل، بس بعمل هنا ايه بقى؟ بجوزهم ازاي؟ يعني اللي طلع في العش ده مش اجوز الاخوات دول لبعضهم، اجوز الاخوات دول في العش اللي قبليه او العش اللي بعده. يعني بقى اجوز دول. تمام. اللي مثلا عندي دلوقتي مثلا جوزين او طالعين اهو الحمد لله، اجوزهم لمين بقى؟ اجوزهم للي هيطلعوا بعد كده في اللي قدام في العش اللي جاي او في العش اللي فات. تمام. اخد ذكر من هنا على انتهى من هنا، واخد ذكر من هنا على انتهى من هنا، ما ياخدش ذكر وانتهى من نفس الايه، من نفس العش، علشان خاطر ما يعملش بعد كده لما يكبروا ويجي يبيضوا ويفقسوا ميبقاش في مشاكل. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.